مليون ونص سكن وبس في الجزائر. في الجزائر مليون، مليون ونص سكن في الجزائر ما زالت محتاجة. هذا ما كان تقدر ديرها في العهدة الأولى تاعك إذا كنت رئيس جمهورية؟ ياسر ياسر تندر، احنا كنا نجزو 350 ألف سنويا. يعني تقضي على مشكل السكن في الجزائر في العهدة تاعك الأولى؟ نقضي على مشكل السكن، مش إلا السكن الجماعي، ممكن يكون فيه في الجنوب، رانا بلغي بسكن الفردي. بالنسبة للمدن كما العاصمة والخلاص اليوم صعيب البناء فيها، دير تجمعات سكنية جديدة، قوانين جديدة. الطبقة الوسطى ممكن يبني دار فردية على 20 كيلومتر 25 كيلومتر، على مادام فيه طريق سيغ جديدة. سيار سيغ جديدة. البناء الريفي تواصل فيه؟ يعني جماعة الريف لازم. لازم بناء الريفي، نقول لك قضية مبدأ، لأن الريف نتاعنا كل ما تدخل بلاد في أزمة أول من يعانوا الريف. في الاستعمار، في حقبة الاستعمار الريف هو اللي دقدق. طيب كل قرى طيران تاع المستعمر ما خلاش فيها حجرة واقفة. من بعد اللي جات الأزمة الاقتصادية هما اللي عانوا، جات الأزمة واضح نتاع الإرهاب ما كاش اللي عانى كيما الريف. يكون ديال تروا إن كان عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية؟ ممكن الصيغة هذه، ممكن ممكن هي أحسن صيغة بالنسبة للطبقة الوسطى. لا ديال في ميزي، يعني إذا كان عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية يكون ديال تروا.